على طول انتظار نصبها تلك اللافتة والفصل في ذلك الموعد، غير أن قوائمه لا تبدو جاهزة تماما لخوض انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني. 15 عاما، العود بعدها إلى التمثيل الانتخابي لم يكن يسيرا كما بدا. 12 يوما متبق لتسجيل قوائم المرشحين والتوافق على قوائم موحدة غائب حتى الآن. هذه الانتخابات مهمة. حركة فتح أكبر فصائل منظمة التحرير تعاقب كما فسر من حاول تشكيل قائمة مستقلة لخوض الانتخابات التشريعية. يفصل رئيس منظمة التحرير محمود عباس ناصر القدوى من اللجنة القيادية لحركة فتح. ذكرت مصادر أن الرجل كان يصر على تشكيل قائمة مستقلة لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة. إنها إحدى ملامح الصراع داخل الحركة بين التقدم للانتخابات جماعات أو فرادى. تقدر فتح إجلاس عضو اللجنة المركزية للحركة الأسير مروان البرغوثي على رأس قائمة موحدة، لكن الرجل يرى غير ما ترى الحركة. يقول القيادي في الحركة حاتم عبد القادر إن البرغوثي سيترشح للانتخابات الرئاسية لا التشريعية، إن ذلك لا يتميز عن رغبة قطاع كبير من الشعب الفلسطيني وفق استطلاعات الرأي. تستمر مشاورات تشكيل قائمة موحدة لمنظمة التحرير تضم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب فداء. جوهر الخلاف بين الفصائل علاقتها بالسلطة التنفيذية وموقعها ككتل معارضة لسياسة الحكومة ومسار اتفاق أوسلو، ومنها من تنظر لترتيب أسماء مرشحيها واحتمالات فوزهم أكثر من إبصارها مصلحة الوطن.